السلام عليكم. اليوم التواجد ديالنا كان بالمحكمة على إثر التقرير ديال الخبرة اللي كنا درناه في المرة السابقة. جينا باش نشوفوا واش هذاك الجثة اللي تم استخراج ديالها من القبر واش فعلا ولدي أو لا ماشي ولدي. باش نذكر الناس، انا الام ديال تهامي بناني المختفي، هذه 14 سنه مختفي ومفقود وكان هنا وشنو ما بغيتيو، ما نقولش ميت لان مازال ما عنديش ما يثبت. اذا الخبره دخلتوا للمحكمه، كيفاش كانت الاجواء؟ كيفاش فاش دخلت للمحكمه؟ في الحقيقه داخله على انا يقيني يعني مع نفسي انه ماشي هو، لان لمست وحسيت بالجثه. الله يكون مع هذاك الجثة والله يرحمها ويرحم أم سيدنا محمد. من بعد ما قبضت فيها وجاتني فزقة وجاتني مرمضة في التراب وجاتني، يعني قلت يستحي واش الدرك الملكي ما يكونش نزيه وما يخدمش خدمته وما يخرجش. كنت على يقين أنه غادي يخرج أنه ماشي هو، ولكن واحد الإشاعات دارت في المحكمة قبل الجلسة دي أنه هو. ما نكذبش عليكم، كان القلب غادي يسكت لي، وبالتالي أنا كنفرح المغاربة انه ماشي ولدي، انه انثى، خبره لانثى. الله يرحمها ويوسع عليها، الله يرحمها ويوسع عليها وتسمح لنا اللي قبطنا فيها وتوشيناها. ولا اله الا الله رسول الله، مجبور اخاك لا بطل. حسيت بواحد الفرحه، على الاقل هي ما يقولوليش هذاك هو اللي انا اللي شفته وعينته، اللي ما كانش في الحسبان ديالهم اننا غادي نمشيو نشوفوا ونعينوه، فهمتي؟ ما بقى ما يتقال، لان صافي شميت ريحه قبط بيديا، يعني جميع الشروط القرائن ديال 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 اثبات هذيك الجثه انها ماشي ديال ولدي، يعني انا لبستها. عاد الخبره كملت على شغلها. واحد الاضافه للراي العام هو بغيت نعرف، ولا خلاص كل شيء بغى يعرف، لصالح من هذا التستر وهالتمار وهالتاخير والتاجيل، صالح من؟ يعني شكون هو الرابح، او شكون هي ورقه رابحه في هذا الشيء؟ ضروري كاين شي واحد اللي غادي تكون المساله كتهمه هو. شكون هو هذا؟ شكون بغى يكون؟ وراه ما كنخافش منه هذا، شكون ما بغى يكون؟ وغادي نبينوا نوقفوا عند حدو شكون ما بغى يكون، حيت عندي ما يفيد. وحاجه اخرى اللي باش واخا زعما واخا كان قالوا لنا هو، راه عندي بزاف الاوراق غادي نشرها ومن بنت واحد الورقه غادي نشرها دابا، هو ان ولدي تهامي في 2007 فاش اختفى، من بعد ما هو مختفي كعيطوا لي ناس اللي كانوا، وعندي الخبره لانهم كانوا ديجا كيهضروا معاه ملي كان حي وكيعيطوا لي انا لماما. وكاينه حاجه اخرى، لان هو ولدي كان عنده واحد الايميل ديال بنت عمته في هولندا، والوحيد اللي عطاتو الايميل، حتى واحد ما عنده. اختفى ولدي، جاها ميساج من عند التهامي بناني. شكون هذا اللي عنده لا ما ولا عنده اكسي المود باس ولدي او لي زيميل ديالو او لي غونطري او لي سورتي ديالو؟ لا الايميل داك اليبوك، من الام اس ان بوحدو. شكون هذا اللي صافط هذا الميساج زعما من عند ولدي لعند بنت عمته؟ وشنو كيقول هذاك الميساج؟ من بعد ان شاء الله. دائما وابدا ندائي للقوى الحيه والجمعيات والمنظمات الحقوقيه يعاونوني ويساعدوني، يوقفوا معايا في هذه القضيه. هذه راها لغز وراها صعيب باش يتفك، بغا يتفك باذن الله. شكرا، وكنشكر الناس اللي متابعيني عبر مواقع التواصل، فيسبوك ولا القناة ديالي اللي راه عندي قناة، كنشكرهم اللي كيتفاعلوا معايا، الله يجازيهم بخير. السلام عليكم. أستاذة خيار الدين محمي بهاء الدار البيضاء، كنوب على العائلة ديال تهامي بناني اللي اختفى منذ 2007. حنا كنا حضرنا اليوم على أساس ناخذوا الخبرة الجينية، طب شرعي، طب الخبره ديال الطبيب شرعي، باش نقارنوها مع الخبره الجينيه اللي دارت مع التهامي مع الاخ ديالو ومع الوالده ديالو. فاذا بهذه الخبره كنشكر بزاف الدرك الملكي،
وكنشكر بزاف السيد القاضي اللي كان عطانا هذه الخبره، لان كنا ديما كنصمموا وكناكدوا وباقي كناكدوا على الخبره على الهواتف، لان هذه الخبره جينيه، لان راه كما قلت لك سبق لي قلت بان الاف ديال القبور مدفونه تما اكس ما يمكنش نعثروا عليه، وماشي هو. وكنا متيقنا النهار الاول ملي خرجنا من المقبره لاحظنا ما لاحظنا، ومشينا للجثه ولاحظنا بان دي كونجي، شفنا بزاف مسائل. كنت انا متيقنه بان الدرك الملكي ما غايخيبش الحظ، ومتيقنه بان لانه نزيه عطانا هذا. وهذه الخبره اللي جات اليوم غنعقبوا عليها ان شاء الله نهار 8 في هذا الشهر، في هذا الشهر شهر 12، لان هذه الخبره كتقول بان اولا راه ماشي خبره ديال، ماشي هذيك الجثه ماشي ديال الرجل، الجثه ديال المراه اول حاجه. وحنا هاد كنترحموا على ديك المراه اللي كنا تسمح لينا حيت بدنا ذاك القبر ديالها والجثه ديالها وداو على القبره تسمح لينا. وهذا تاخر ميل في الجلسه ديال 8/11 للتعقيب على هاد الخبره. دابا حتى 8/11 انتم شنو المطالب ديالك؟ المطالب ديالنا باقا انت نعاودوا كناكدوا لان هاد الدراري نهار الاول حيت كانوا في حاله الصراح في 2019 تشدوا عند قاضي التحقيق، ماشي بناء على واحد الهضره اللي كانت قالتها الزميله ديالهم والوالده ديالهم. هذيك الهضره اللي كتقول بانه مات مقتول، هذيك هي اللي حركت الملف باش في التحقيق، باش دخل التحقيق، باش وصلنا لهذه المرحله. اذا دار قاضي التحقيق مشكورا خبره الهاتف، وهذيك الخبره هي اللي عطات هاد المتهمين اللي مشدودين دابا. واحد كيقول لواحد التهمي مات وحنا كل ما كانش خبره على الهواتف ما غاديش نوصلوا. ودابا كنعاودوا ناكد خاصنا الخبره على جميع الهواتف اللي عطانا القضاء باش تكون خبره تقنيه، لان هي غتوصلنا الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. كل واحد ياخذ الجزاء ديالو، لكن هاد الناس مظلومين ياخذوا الجزاء ديالو، لكن لان الخبره على الهواتف ثم على الخبره على الهواتف ثم الخبره على الهواتف. من نهار مات هما تيقولوا ماتوا لحنا، مشى من النهار الاول كان اختفاء ديال الجريمه، ضروري كاين شي واحد كان فوق اخفاء معالم الجريمه والجريمه كلها، لان سواء كان هو مختفي ولا كان هو مقتول خاصو كانوا يعترفوا نهار الاول 2007 ماشي حتى 2019 هذا تقال على طريق الهواتف. اذا هادو مجرمين خاص كلهم يجيو، خاص كل واحد ياخذ جزاء. رحنا في دوله الحق والقانون ولا شيء غير القانون، حنا ما ساكتينش لا اليوم ولا غدا حتى نلقاو الحقيقه. وها هي الدليل على ذلك، ما كناش كنطالبوا بالخبره عن الشرح الطبي، كنا كنطالبوا ديما بالخبره على الهواتف، لان هي الاولى اللي لقاتو. حتى البورطاب ديال تهامي بناني باقي الان مشغل غير ما كيدويش، وكانت واحد المعلومه وقت الاختفاء ديالو بشي يومين ولا ثلاث ايام كتب لبنت خالته يومين كتب لها شي مكالمه هضر معها عن طريق التليفون. إذا حنا خاصنا نديرو خبرة على داك الهاتف ديال بناني التهامي، ونشوفوا المكالمات اللي كاينة، ونشوفوا شكون اللي عنده داك واش هو باقي حي، واش هاد الناس قاتلينو. خاصنا نعرفوا اللي عنده داك التليفون، خاصة الدار يديروا لوكاليزيو داك التليفون، وغادي يعرفوا فين كاين، ويجيبوا يديروا عليه خبرة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.